ثابكم الله. المرسلة كاف حاء تقول في سؤالها الأول: عند الانتهاء من فرض والانتقال لنافلة أو العكس، هل لا بد أن ينتقل الإنسان من مكانه إلى مكان آخر؟ لا يلزم هذا، فيجوز أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وإن انتقل إلى مكان آخر فلا بأس، الأمر واسع ولله الحمد. هناك حال أفضل من حال شيخ؟ ما أظنه، لا. بعض الفقهاء يقولون أنه ينتقل لأجل تكثر مواضع العبادة، لكن هذا في ما أراه أنه ما لا دليل عليه، ليس عليه دليل صحيح. نعم، ليس عليه دليل صحيح. أحسن الله. نعم.